إلى الملف الليبي الآن، فقد أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامي إلى وجود عناصر إرهابية مطلوبة دوليا تقاتل في ليبيا. وقد أشار أيضا من مجلس الأمن إلى ضرورة وقف تهريب السلاح على خلفية كشف سفينة تركية تنقل سلاحا لميليشيات طرابلس. لنستمع أولا إلى ما قاله سلامي في مجلس الأمن. There are numerous reports of extremists. توجد تقارير عديدة عن متطرفين ومطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية يظهرون في جهات القتال في ليبيا، ويجب على جميع الأطراف أن تعلن دون إبطاء أنها تنأى بنفسها عن هذه العناصر، وأن تبلغ المحكمة الجنائية الدولية عن العناصر التي يتم ضبطها. عنصر آخر يدعو للقلق، وهو التدفق الكبير للسلاح على ليبيا، وأحدثه صفقة التسليح التي وصلت إلى طرابلس مؤخرا قادمة من تركيا وبشكل علني ومصور، في انتهاك واضح للحظر المفروض على السلاح إلى ليبيا. معنا الآن من باريس الباحث السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش. أستاذ عبد الحكيم مساء الخير، مرحبا بك معنا إلى غرفة الأخبار. يعني تصريحات تكررت بشكل أو بآخر في السابق من السيد غسان سلامي، المشكلة أنه الآن كما هو واضح المجتمع الدولي منقسم، لا يوجد إجماع حول هذه المسألة. إلى أي متى سيظل هذا الموقف على ما هو عليه وتبقى الأمور ميدانيا أيضا بنفس المنوال؟ مرحبا أخي العزيز. الحقيقة الانقسام قائم، وتصور بأنه سيستمر لفترة قادمة، ولا نرى أي بوادر على الإطلاق لإمكانية تواجد أي موقف موحد ومشترك بين هذه الأطراف الدولية. لقد تم الاستثمار في السراج وبعض والإسلام السياسي وبعض الميليشيات وما ينتمون إلى مصراته بشكل كبير في السنوات الماضية، ولا نتصور على الإطلاق إمكانية التفريط بهم خلال الفترة القادمة، وبالتالي هذا الانقسام سيظل قائما. ولعل وصول هذه الشحنات بشكل علني، شحنات المدرعات والأسلحة لهذه الأطراف، والإعلان الصريح لأردوغان بانخراطه في الحرب بشكل مباشر في داخل ليبيا، وعدم اتخاذ أي موقف صريح من تركيا ومن قطر التي كانت وراء إرسال هذه المعدات العسكرية وكسر هذا الحظر بشكل علني وصريح، اعتقد بأنه يبين بأن هذا ما يسمى بالمجتمع الدولي غير قادر على الإطلاق بالاتفاق على أي موقف متحد. وتصور بأن السبب الأساس هو عدم تشخيص الحالة الليبية تشخيصا دقيقا. فلا أتصور بأن إن كان هناك من نوايا حقيقية لإنهاء الأزمة داخل ليبيا، من أن يتم دعم السراج ومن معه بعد أن أثبتت هذه الأطراف الدولية بوجود مجموعات إرهابية مصنفة من قبلهم على أنها إرهابية تحارب مع السراج. وبالتالي فقد السراج شرعية أن يكون طرفا سياسيا من الممكن أن يتم التفاوض معه من أجل إنتاج الأزمة. وانخراط بعض الدول في دعمه بالرغم من معرفة انخراط هذه المجموعات الإرهابية مع السراج وانفلات الأمر داخل طرابلس بالكامل، فلقد رأينا بأن من استلم السلاح هو ما يسمى بلواء الصمود الذي يرأسه بادي الذي صدرت بشأنه عقوبات من قبل مجلس الأمن. لم يكن هناك أي ممثل عن ما يسمى زورا بهذه الحكومة الغير موجودة على أرض الواقع على الإطلاق للسراج، حكومة الوفاق أو ما يسمى بوزارة الدفاع أو جهات الداخلية. لقد استلم هذا السلاح شخص مطلوب من قبل المجتمع الدولي، صدرت بشأنه عقوبات، دخل إلى ميناء طرابلس واستلم هذا السلاح بالتنسيق مع تركيا وبعيدا عن أي جهات تدعي شكلا ما من أشكال الشرعية. ولعل يعني غسان سلامة سيد ما قاله غسان سلامة وغضه البصر عن هذا الأمر وتجرؤه على محاولة تصنيف جميع الأطراف تصنيفا واحدا وكأن من بين الجيش الليبي جماعة متطرفة، أعتقد بأنه ينزع عن سلامة شرعية بقائه كجهة محايدة في كيفية التعامل مع الحالة الليبية. لقد انحاز سلامة بشكل صارخ، ولعل انعدام تجرؤه على التصريح بأن هذه الميليشيات المجرمة التي تسيطر على طرابلس تستخدم المهاجرين غير الشرعيين وكدروع بشرية، وتستخدم مهاجرين شرعيين وتفرض عليهم نقل السلاح وتخزين السلاح داخل أماكن اللجوء. هذا لم يره السيد غسان سلامة على الإطلاق ولم يذكر بأي شكل من الأشكال. ولعل وجود الطيارين مرتزقة يتم التعاقد معهم لم يره السيد غسان سلامة ولم يذكر له
طيب. اسمح لي الاطلاق استاذ عبد الحكيم اسمح لي على المقاطعه يعني السيد غسان سلامة الدكتور غسان هو نعم. مبعوث الامين العام للامم المتحده يعني انت تشير في كلامك الى انه السيد سلامة منحاز الى طرف ما في 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 هذا الصراع هل هذا يعني ان الامم المتحده ايضا منحازه الى هذا الطرف نعم الأمم المتحدة منحازة وكانت منحازة في جميع الفترات الماضية غسان سلامة ليس شذوذا عن انحياز الأمم المتحدة في مناصرة مسميات غير موجودة وإعطاء شرعية وإضفاء شرعية على أجسام لا تمتلك أي شرعية على الإطلاق لقد كانت الأمم المتحدة الغطاء الشرعي لمجموعات إرهابية تتماشيا مع سياسات الدول الأجنبية في كيفية إدارة الشأن الليبي إنما كانت الأمم المتحدة مجرد غطاء ومجرد غشاء لشرعنة هذه المجموعات التي لا تمتلك أي شرعية من الجهات الليبية يفترض بأن أي جهة تدعي تمثيل الليبيين أن يكون لديها مرجعية قانونية ودستورية من قبل الشعب الليبي وليس من قبل هذه الجهات الخارجية التي شرعنتها بغض النظر عن إرادة الليبيين وأصبحت هذه المجموعات الآن خارجة عن سيطرة الليبيين وأصبحت هذه الجهات الخارجية وعلى رأسها الأمم المتحدة هي مانحة الشرعية لمن تريد وفقا لسياسات الدول العظمى التي تسير شأن الليبي لقد تم نزع الحق عن الليبيين بإعطاء الشرعية عمن يمثلهم داخل ليبيا طيب أستاذ عبد الحكيم فيما يتعلق بالأسلحة السيد سلامة أيضا أشار إلى أنه هناك حظر طبعا هناك حظر على استيراد الأسلحة في ليبيا منذ عام 2011 وبدون آلية رقابية آلية إنفاذ لمراقبة هذا الحظر هذا الحظر يصبح سخرية ومهزلة كما قال السيد سلامة هل لماذا تتلكأ الأمم المتحدة في على الأقل مراقبة هذا الحظر الذي هو مفروض بحسب قرار من مجلس الأمن باختصار لو سمحت أنا لا أتصور الأمم المتحدة مالكة الإمكانية أن تراقب هذا من عدمه ولكن ما أطلبه فقط أن تدين وأن تعين الأطراف التي تنخرط الآن في الإتيان بالسلاح لمجموعات إرهابية لا يمكن أن تصنع دولة كل ما نطلبه هنا مجرد الانحياز للحق ولا نطلب منها أي إجراءات فعلية على الأرض تمكنها من إمكانية ضبط هذه المجموعات المنفلتة ولكن أن تسمي الأشياء بمسمياتها وأن تدين الأطراف واجبة الإدانة المنخرطة بشكل أساسي مع مجموعات إرهابية والتي عاجزت خلال السنوات الماضية السيد سلامة والأمم المتحدة برمتها أن يشرعنوها خلال ثلاث سنوات الماضية من أجل أن تنجز أي شيء على الأرض نطلب منهم فقط أن يكونوا أكثر إنصافا وأكثر قدرة على تسمية الأشياء بمسمياتها وإدانة الأطراف الواجبة الإدانة أما اتخاذ الإجراءات الفعلية على الأرض هذا منوط بجهات فاعلة على من الدول الكبرى وغيرها ولا نستطيع بحكم أن عدم وجود هذا التوافق الدولي وبالتالي لا تستطيع أن تفرض الأمم المتحدة آليات بعينها من أجل أنفاذ ما تتخذه من قرارات ولكن فلتكون منصفة فلتسمي الأشياء بمسمياتها وأن ما تسميه بحكومة الوفاق حكومة غير موجودة على الإطلاق وأن ما تسميه مجلس رئاسي هو مجلس غير موجود على الإطلاق إلا في دهن السيد غسان سلامة ومن يحاولون فرضه شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحكيم فنوش الكاتب والباحث السياسي الليبي كان معنا من باريس